الا جبت انا ان قرنتي ونحطو قدام الشاف ونقول له الله يرحم والديك الشاف اجي اعطيها سميتو مالوغوزمون في السيستم نتاعنا انا حاليا خدام في وزاره التعليم ولكن دو فورماسيون انا ولد وزاره السياحه درت لي كول اوتوليير درت لي زيد خدمت في المدرسه الفندقيه ديال سلا قبل ما تسد كنت استاذ ديال ليجيان اليمونتير بجرة قلم سمحنا في التعليم يعني هذا على الاكسبيرتيز ديالنا ولو سافوار تاعنا وكذا وكذا غادي نرجعو للتعليم دابا تصوروا هاد الشيء وحنا خدامين عند المخزن وما لقاو دابا مثلا على الشاف اشنو غادي يولي الشاف كي سوفا قال لي زعما اش غادي نستافدو من ديك الاكسبيريونس ديالو الاشاره الشاف خصنا نعرفوا بان هاد السيد هذا هو الاول في المغرب اللي خدا لو ميتي جو دي بيان لو ميتي دو بولونجي كوميتون ميتي حيت كانت لا بولونجي خدامين فيها الناس الكوزينه تدير لا بولونجي راك خدام في الكوزينه كتسمى كوزيني ولكن خدام في سميتو تدير لا بولونجي تدير لا باتيسري لا باتيسري سميتو كيما كنقولو باتيسري دوتيل ولا باتيسري ميم دو رو مي باش يكون عندنا ان بولونجي سا سي دو لا نوفوتي الشاف هو الاول كي انستوغاتي ولكن عفوا الله كما كنقولوا ما كاينش جوستومون الناس اللي واخدين هادشي باش يتوثق باش يتحط في اطار لان الاطار هو اللي كيعطي لا كونتينيتي ملي كنقولوا ودي راه الناس هذا راه في الغادي باش تكون عندنا استراتيجي غادي نوصلوا لهاد لي ريكومونداسيون الوغ دابا بين الخبز بادي في المغرب من وصور ما قبل التاريخ ما هذاك اللي قالها يعني شي حاجه غابره بزاف والخبز كيفاش تكريا باش يلقاو الناس غير الحبه ديال الزرع غير اكسيدونتيلمون غادي يوليو غادي يكون عندنا هذاك الحبات الزرع دونك هذاك الزرع تينبت بوحدو دونك سا بو كياكلوه الناس دونك سيتعاود الى اخره دونك ها هو لا نوسيون ديال الخبز ولات كتزاد دونك ولات لا نوسيون ديال الاستعمال ديال داك الحبه هكذا غادي نزيدوا مع الوقت غادي يوليو المصريين ما قبل التاريخ 5000 سنه قبل التاريخ اكتشفوا الخميره هاد لا نوسيون ديال الخميره هذا راه سي لو ديكليك دابا ملي ولات الخميره كاينه ولا ما كايناش نتوما كتلاحظوا الخبز واش كاين ولا ما كاين وتتلاحظوا واش كنهضروا على الخبز ولا كنهضروا على شي حاجه اخرى من غير الخبز لان ملي كتمشي في لابريستوار وكتشوف انت لي بوليسيون ديال الخبز وكيفاش ولا الخبز كلنا دابا حنا كمغاربه الخبز عندنا ساكري تقدر تلقى واحد الشكلاطه في الارض طايحه ما تشوفش فيها تقدر كاع تضربها بركله ولكن الا طاح طريف الخبز غادي تهزو غادي تحذر تهز الخبز وغادي تقدر تنقرو هكذا وتقدر تبوسو تقول بسم الله الرحمن الرحيم ما غاتاكلوش غادي ديرو جنب سي ساكري سي ساكري الخبز سي ساكري الوغ كو حنا دابا كنتعاملو معاه كومي طو ماشي ساكري ولاد ديال دابا كيجيب البابا يمسح بيه يديه عادي جدا تلقى الخبز كاين من بعد ملي غادي نوصلو نشوفو فين معذر داك اللي قالها فين وصلها في الاندستري وكيفاش ولا الخبز خدا واحد المآلات وحدين اخرين غادي يولي اشكال مع التعامل مع الخبز غادي يولي اشكال كبير وغادي نشوفو مع السي مصطفى بان الدوله هي تحاول انها تساير دير شي حاجه على اساس انه هاد الخبز هذا وهذا لو بلي كيفاش كان وكيفاش ولا كلكم عارفين بيني تبدلات الحبات الزرع تبدلات انا غير في اللي كنعقل انايا تبدلات الحبات الزرع في اللي كنعقل في بلادنا في سميتو انا وازيان انا ولد رشيديه دونك الوازيس سافي دير عندنا بعد لا جيستيون دو عندنا ديجا ديما مطروحه سافي دير عندنا الحبه اللي كتصبر على العطش كنسقيو مره ولا جوج تيوجد لنا الزرع حنا دابا حنا في المغرب لو ستريس ايدريك اللي للطوب ديالو ونرجع لي بونسي هذا
دونك هذا اشكال. لاحظوا بان حنا منطلقنا من شي حاجه دو بازيك اللي سهله سهله رطير، ولكن وصلنا للاشكالات الكبيره. كورس ديال هذا العام لاني اغريكول 2022 29.8 مليون دو كانتو اللي تصايبات في المغرب، اللي تزرعات وتنتجات في المغرب ديال لو بلي طونتر. كاين لو بلي طونتر لو بلي دوك. في لو بلي طونتر سي سكي ريبريزونت دابا quasiment 80% de l'eau qui est produite au Maroc, voire un petit peu plus. Mais quand on parle de blé tendre, farine, grosse erreur. L'année liquide, les prix, c'est montage passé là-dessus, il y a un contact. La différence, c'est quand même 60% comme ça, 60% en plus. La seule différence, mais le mal, l'importation, l'année, c'est juste une nasse pas comme état, parce que Covid, mais qu'est-ce que c'est? Nasse gassée de zéro, nasse gassée de firmat, nasse gassée de zéro, mais dis-moi, il y a des gens qui ont été mis en chèque, ou les matchs, 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 ou les matchs. A la production nationale. 14,5 millions de contrats, il est important, les matchs. A 14 ans, et c'est uniquement tout le monde. هذا العام هذا 2023 في اكتوبر شهر واحد لوبجيكتيف اللي ما وصلوش كان ناقص شويه 2 مليون دو طن. في عام واحد دازت اونتر جوان اي اوت 14.5 مليون قنطار، ولات في شهر واحد 2 مليون. استفاية لا كونسوماسيون نقصات كوتي امبورتاسيون. داك الوقت باسكو الناس نتجو اكثر، واحد لا بيريود اللي كانت في الصيف اللي نورمالمون كنجنوا فيها الزرع، اذا نوت كوتي الناس كانت كتستهلك اقل بور سامبل غيزون كو اللي قال السي حسن سي تخي تخي سامبل. واحد كيجي شنا هي درهم ونص ولا جوج دراهم ولا خمسه دراهم نقولوا في النهار لواحد غيشري خبزه ولا كوميرا هاد الزرع هي مزوقه ها هي كي دايره ها هي كي دايره، نقولوا نورمالمون ماشي مشكل. ولكن من الناس بالصوف ديالهم اللي كان كل نهار واحد كيخرج كيشري خمسه د الخبزات وكياكل منهم جوج وبقى يتفرج في ثلاثه في الوازيس وشحال هادي لا غران ديال لو بلي دور اللي كانت ديال الزرع ما نهضرش على فارينا اللي كانت قليله شحال هادي كان غير الزرع ولا الشعير. اي هاد لا غران هادي ملي كان الخبز كيتزرع يقدر يبقى لك ثلاث ايام اربع ايام خمس ايام غتقب عليه شويه د الماء وتسخنو بحال الا خرج من الفرن. دابا ما يفوتلكش يومين كيكرم، ولا خليتيه تالت ولا فواغ ربع ايام الا كان في اندوا اوميد ولا هذاك كيصوف. دو غيزون برانسيبال، الاولاني اللي هو لو فيمو ديال لاندستري دو مانيير جينيرال هو السكر، وبلا ما نهضر على لوريجين ديال لاكغين اللي تبدلات. لو دوزيام انغريديون اللي كاين عندنا في لا برودكسيون اي لابورتاسيون هي لورج، معروف كاين معروف 2022 كانت 7 مليون دو كادو، نقصات ب 67% من لا برودكسيون ناسيونال على لي كانت. كون جي 67% راه ماشي نقصات وما بقاش كادار، نقصات وتعوضات بحوايج اخرين. ولاو كيديروا السكر، ولاو كيديروا الدم، ولاو كيديروا لو بلي فارينا، باسكو سي سا رومبورت بلوس. لا روسي ملي جا لوكرين ولا روسي في لا بيريود ديال كوفيد تخربوا الحسابات كاملين، سكي في الناس ولاو تيقولوا بلاتي لي بوليتيك غوفرمونتال ما بقاش عوانين على هذا ولا هذا ولا هذا. 2023 ولات لا فرانس هي لو بخوميي اكسبورتاتور دو بلي للمغرب، المغرب امبورتي لو بلي طوندر من فرنسا كثر من اللي كانت شحال هادي من لا روسي وغيرها. سوف كو لا ديفيرونس كو لا فرانس امبورت لا روسي اي فيس فيرسا. Ce qui fait que le blé, il est comme un cher, un prix, ou il a le double du prix, parce que le cash est là, le fournisseur, ou là, un intermédiaire binaire. Donc, il y a un autre, il y a un autre, et quand on fait ça en politique macro, que le coulchi est impacté, il y a tout seul le mot, il y a un cher, il y a un cher, il y a un cher, il y a un cher. شحال هذيك اللي كيشري خمسة بخمسة بخمسة دراهم، دابا ولا كيشري خبزة بخمسة دراهم، إي سي لا أو لامباكت سوسيال سوسيتال كي فا امباكتي، إي أون باغل أوسي دو لا فورماسيون. خبزة طيب دابا، خبزة طيب على حساب. إي هنا لا فورماسيون كتعاود ترجع، سيتيغ كندورو ندورو كنرجعو لوريجين لا فورماسيون. شحال
la chaîne de valeur kamla li kayna men lor qui passe par le soutien de l'État sur tout ce qui est agricole, tout ce qui est eau, tout ce qui est ndkhlou fi les pesticides, même si c'est pas forcément intéressant de voir ça. Mais kif ma kan lhal, l'État a créé des programmes d'aide li f Covid aounou bzaf d nass li kbrou le nombre d'hectares dial les céréales. Les 15-22 millions d'hectares, ou là d'abord, je ne sais pas, 530 000 et quelques hectares au total sur tout le national. Et d'ailleurs, en culture fourragère, parce que les gens qui ont été en train de se faire, كيوكلهم داكشي اللي زرع سوف كو ديغيغ كينقص الثمن ديال البهيمه وهي غابه دونك حاجه كتجر حاجه سي شكرا سي شاطو استاذ الله يسمح لينا بزاف ديال التعب لا بعد لي كومبيتونس اللي تيكون في السالير ديالو شي شويه زايد شي شويه شكرا شكرا على السؤال السي جمال هذا لا كيسيون كترجع بزاف ديال المساله ديال لو سالير الوغ حنا عندنا بالنسبه للباغي كنهضروا على ديسكوسيون ليتيرام ولا موان دو سي ليتيرام إلا كان موان دو سي ليتيرام لي كوفير باغ لي ديسبوزيتيف ديال كونطخا على بيك هذا مكيطراش إشكال دونك مطلق إلا كان فايت داك لي سي ليتيرام عندنا دو كات فيكور إلا كانت لونتربريز جديدة عندنا لو بروغرام ديال التحفيز التحفيز كيعطيك أن روكروتمون كيما قلت لكم توت ألوغ أن روكروتمون نورمال ديرو كونطخا سي دي كي ديالو والدوله كتعطيك واحد الاعفاء من لا تاكس بروفيسيونيل من سي ان اس اس ومن الضريبه على الدخل دونك كيكون عندك هذا الاعفاء مده سنتين هذا بالنسبه للبروغرام ديال التحفيز وكيكون على 10 اشخاص البروغرام الثاني هو اللي كنت هضرت عليه قبيله هو ديال البروغرام ديال الاوراج اوراج كاين الاسوه لو صادر حنا لو صادر ملي كنقولو في اوراج كنقولو لو صادر يكون فيه فلوس يعني ملي كنفوتو 312 درهم 311.6 تقريبا كيكون 312 درهم 20 000 درهم 30 000 درهم كيف سوا لو سالير اللي غادي يكون راه اللي كونفيرت مع هذا البروغرام ديال الاوراش ولكن توجور ايتيل كو كيما قلت لكم قبيله دابا راه كاين او سيسبون كنتظروا ان تاخذ هذا السيسبون اللي عاود يتغلوصا مره ثانيه وهذا البروغرام هذا كيخول لاي شركه دارت ان ريكروتمون ديال اون بيرسون انها كتستافد من واحد المنحه ديال 1500 درهم فورفيتير كيف سوا لو سالير دونك غير بيكون فيك لو سميك 1500 درهم لمدة 9 أشهر. شكرا شكرا. إلا كان شي سؤال مهم نعرف دابا تعطينا بتي عندك واحد كيستيون تفسرنا دابا أنا بغيت ندخل ثلاثة ديال الخدام ديالو واحد 8000 درهم واحد 5000 درهم واحد 4000 درهم دونك شنو إلا ستي جو باس بيك كومون سا فاسو ديغولي كيفاش أنا جو في باش نعرف كومون ديريكتومون لي شونس باش لو ديغولمون ديال لوبيراسيون ا حتى لزيد سيتادير انا دابا جيت عندكم عندي ثلاثه ديال لي زومبلوي دو بلوس اللي غادي ندخلو كيفاش غادي تتم العمليه باغ طلاق وشنو غادي تستافد شنو تستافد الشركه هنا مع لاباك هادي من كيسيون غير بوغ كومبليتي واش لا سوسيتي قديمه ولا جديده لا سوسيتي قديمه دونك الا كانت لا سوسيتي قديمه كنهضرو على لو بروغرام ديال الاوراش Le problème de l'ouvrage, tout simplement, le déroulement de la chose, comment ça se passe. La première partie de la chose, c'est le travail habituel que vous faites. Il y a une équipe à la CIE, vous êtes formé avec le contrat, vous êtes légalisé au Qatar. Donc, le travail que vous faites. Le travail tient, c'est avec le contrat, qui est chez dans la PEC, qui est le conseiller en emploi qui vous prend en charge, qui est avec un compte maintenant, mais qui est avec le compte. كاين عندنا في كنعطيو واحد ليسباس بيرسونيل كتولي تدخل له انت بلوغين ومود باس ديالك بوغ جيري داك لونسومبل دي كونترا ديالك ملي كتدخل داك ليسباس كاين عندنا واحد لابارتي اللي كنيديتو فيها سكو مابيل لو بروتوكول تحفيز كتسيزي لي زانفورماسيون تو سامبلومون ديال لو كونديدا اللي كيكون فيهم لا سيان ديالو لو سالير اللي درتي معاه ولا دات ديال فاش بديتي معاه لو كونترا هادو هما لي تخوا زانفورماسيون اوبليغاتوار اون بليس ديال لو بوست اللي غادي يشتغل فيه كتخرج هذاك لو بروتوكول كتيديتي فيه غير صفحه ما فيش بوكو دانفورماسيون كدير فيه غير سيناتور كاشي ديال لونتربريز بوحديتها وكتعطيه لا نوتيك او بو دو 72 اور حنا كنردو لك اون كوبي ديال البروتوكول كتخليها عندك كتبقى حنا
à notre niveau. Je veux dire, donc il y a deux actions à faire. La première action, il y a l'action de signer le papier ou qu'on attend avec le document. La deuxième action, il y a la signature sur le système. La signature sur le système, c'est que le système vient de la PEC, il est relié à le système de la CNSS. Une fois que je valide le contrat, il dit l'artifice, automatiquement, la CNSS trifique, la CNSS, elle déclenche l'exonération. Il y a une négativité à dire, je suppose que vous passez tous par Damancom. Il y a un Damancom qui a fait l'utilisation de l'eau, qui a fait l'exemple. Au lieu maintenant, je vais dire automatiquement, exactement. Il y a trouvé un Damancom, aussitôt que je vais cliquer sur signer un DNF, le système DNI, il y a un CNSS. Il y a un CNSS qui a trouvé, tu vas déclarer le Damancom. Il y a un petit peu de la démarche, qui a fait l'exemple. Il est même quand il y a des marches, qui attaquent la cotisation à payer pour le salarié, ou l'opération qui a été mis à tous les salariés et quelques autres. Alors, il y a un mot le programme d'électrifice pour les nouvelles entreprises, c'est 24 mois de l'exonération. Il a une nouvelle entreprise. Il a une ancienne entreprise, qui a le cas de l'Ontoma, qui est chef de 1500 dirhams. Que tu verses les bons de la CNSS au numéro sur le compte de l'entreprise, c'est un versement. Mais si on a voir les qui vous le cœur, à des filles d'eau, les bons d'actionnaires à des grosses, donc c'est un versement carrément. Que tu verses 1500 dirhams pendant 9 mois. Pour chaque personne. Pour chaque candidat. À condition, ça va se mettre un petit détail. À condition que, qu'il y ait deux conditions de la CNSS. La première, c'est que l'entreprise recette en situation régulière. Il y a une mariage chez Haja à payer pour l'entreprise. Et deuxième chose, c'est que Khaslan a pris la déclaration. Par rapport à la CNSS ou là, par rapport pardon régulière, c'est-à-dire par rapport à la CNSS. Par rapport à la CNSS. Donc, je tous les 1500 dirhams, c'est la condition sine qua non. Parce que ça se fait automatiquement sur le système. Le système est checké. Il a quand même une situation irrégulière qui touche directement le virement. Le virement qui touche le mois en cours, qui touche le mois suivant. Donc, il y a des financiers de le recrutement en janvier. Alors, tel fin février, à des de plus de 1500, ou quel que soit d'accord, je vais dire, je vais dire, je vais dire, vous avez parlé de la formation, elle supporte les frais totalement de la formation. Total. Total. Il y a beaucoup de détails. Je propose pour la formation de l'Ouette, peut-être une autre séance, si jamais ici, ah, si on peut la faire, parce que c'est beaucoup de techniques, mais le mot d'ordre, ce que, pour résumer, alors on ne peut pas faire la formation pour une seule personne. Donc, on a mis quelque chose la formation pour qu'elle soit bénéfique pour l'organisme de Sbalkata. Il y a une maquicoun, un employeur, les recruter plusieurs personnes. Parce que là, je vais détailler un petit peu les choses. نظرا للظروف الخاصة اللي كاينة وهذا الشيء اللي جعلنا ما غاديش يحضر نرجعوا للموضوع ديال حبينا لو نهضروا على تكوين أطر في هذا الميدان عوض ما نبداو نهضروا على فلوس اللي نكونوا الناس لأن اليوم طلب أكثر من العرض علاش ما نطلبوش من المدارس يعني نعطيها مثال نديروا مراسلة مع السيد مالون هنا طريشة باش يخلقوا في المدارس ديالها وانا متفق مع الاخ لان عام الاول والاطفال ديال عام الاول دوينا في هذا الموضوع فرمضان بحال هذا عام دخلوا هاد الشعب الثانية انا دابا في التكوين المهني كله شنو عندنا كويزين باتيسري ايطاج ريسبسيون مانجمنت علاش من انتخدوش تاني راها واحد المهنه اللي هي داخله في الحياه اليوميه ديال الانسان ضروري ما يكون الخبز ويكون ما بين الوصف في الصباح
علاش ما نكونوش هاي كاين دابا المدرسه وحدات الطربي تتكون دابا البلونجو ديال الوسط علاش ما كاع يعني لي انستيتيو ولا لي زيكول ولا لي سونتر يانتروبيو هاد الميدان هذا باش يكون عندنا حتى يكون قد العرض قد الطلب دابا الطلب تيفوق العرض احنا دابا غاديين في التكوين ديال الناس وهادي تنشوفو غير لي بروفيسيونيل من على برا بهم مثلنا المغرب خارج الميدان وحنا ان شاء الله بحول الله حتى الدراري تيعطيو الجهد تيجتهدوا وكاين تقدم مستمر ملموس بما والنتيجه هي اننا الفريق المغربي في كاس العالم حصل على الرتبه السادسه ما بين الدول اللي هي ناميه هادي باش نعرفوا ان راه بدا هاد البلاد تيعطي عنده اقبال دونك حنا كلنا المغاربه كله الا خديتي المغرب كله تاخذ 36 38 مليون كلها تتكون خمس بدون استثناء علاش ما نكونوش الناس يكون تكونوا باش الاخ الا طلب واحد لو بروفيل يلقى اللي بغا هو يلقى ان بروفيل اللي عنده ديبلومي اللي قرا عليه اللي خصو يعطيه يعطيه الا دار القياس ديال الدقيق غيدير له القياس ديالو تما والقياس ديالو ديال الملح والقياس ديالو ديال الخبيرة والقياس ديالو ديال الفيرمونطاسيون وشحال الصوت الفران وشحال وشحال هذا راه تكوين هذه القرارة ماشي اجي دخل وفران سير ديال مونسيون شكرا شكرا الحاج بوزوي شكرا على هذه الكلمة الطيبة السلام على الجميع وباش تكون مبروكة شكرا سي جمالي صفة غير رسمية وكنتمنى مرة أخرى نديرو شي لقاء على موضوع التكوين المستمر في ميدان هاد الميدان ديالكم ولا في أي ميدان من الأستاذ ديال السعيد فرح هاد الشيء ديال التكوين المستمر اللي كيجي هو زيادة الرافيك على التكوين المستمر كيستافدو من التعويض وصل حتى 70% من مصاريف التكوين المهني المستقبل وهذا كيستدعي ان المقاوله كدير ان برنامج تكوين سنوي ان بلون دو فورماسيون اللي غادي تعطيه الجياك الجياك دابا كل فيدراسيون عندها مثلا انتوما تكونوا في الفيدراسيون ديال لوطولوغي توريزم donc à date le GIEC c'est le GIEC le groupement interprofessionnel d'aide au conseil où il est dans le barrage de Kounia de la Chéidaz qui appelle le Mouafaqa Diallo Aliha le Mouafaqa Diallo donc quand tu joues le Moudiria il y a le Kounia il y a le TPT il y a le Fahis Salam où il est couvré la région où il y a Rabassa de Kinitra حنا ديك الساعات كنا بعد ما تنجزو التكوينات غادي نعوضوكم 70% ديال مبالغ التكوين واللي تقدر تمشي حتى ل 7000 درهم اليوم بور ان جروب اي بار جور 7000 درهم بار جور اي بار جور التكوينات تقدر تمشي في المده ديالها حتى ل 290 ساعه تكوين على هذا اللقاء القيم تفسيرات جميلة جدا من حنايا كرؤساء القوانين معكم عبد الرحمن تريدر مدير لشركة التمويل الحكومي السؤال هو هضرت على واحد المرض دوري وشي وجه المرض دوري حنايا كمقاولوش كنمشي في الدنيا ولا نجيبو الناس ديالنا وندخلهم عن طريق يعني مش كنقول المرض دوري انا ما عرفتش نبداو دورو موديل هذاك للناس اللي مشي معكم يعني هنا كنشوفوا على خدام اللي كيتشري مثلا واحد 200 بياسه في الساعه مثلا يعني هذه الفكره ولا انا خسرت ما نبقاش نبت في هذاك الفوق ثاني حاجه واش ما جاش الوقت اليوم على اننا ماشي بالضبط انا خصني فورماسيون دائما شي حاجه اللي فكريه اللي خصنا البراتيك اليوم نهضروا على اللي في الدراسه حيت نقول مثلا واحد كونديتا اللي غيجي يخدم الدايره كان عنده واحد ستاج
بخاتيك مع شركات ومع مخبزات الى كان الملك عنده واحد ان شاء الله 4 شهور وعطاته واحد لايميل ديالو يقدر يكون بعد على الاقل الصلاه ديالو طالع الرومون طالع ديالو طالع ماشي واحد مثلا العاد بادي حنا كمفرد راه كنعانيو من الرومون ديال الخدام يعني كيجي واحد كيعطي 3000 درهم ولكن ما كيديرش في الانتاج انا بعد واحد 10000 درهم ديالي ديال الانتاج وبالتالي خاص هاد لي ستاج براتيك يدخلو حتى هو في استراتيجيه ديال لا ماركت اللي محتاجينها اكثر وثاني حاجه لان يدل على شيء إن ما يدل على أن راك تبعتي معنا الأمور ألا هي واحد المسألة اللي هي بصفة عامة باش ربما ما نبقاوش نرجعو لها نبدا من ناخذ كا بوان دو ديبار واش أوني كونتخان واش حنا ضروري ندوزو من لا ليست ولا إلا كانوا عندنا الناس ديالنا لا كونسيبسيون ديال ولا نقول حنا لو مايسيت ديال لا بيك دو مانيير جينيرال باش نعاونوك ماشي باش نحطو لي كونترانت يعني حنا ملي كنقولو عندنا لا باز دو دوني الا ما لقيتيش عندنا لا باز دو دوني نقدر نعاونوك بها نعطيوها لك الا بغيتي تشتغل بها الا لقيتي انت الناس ديالك مزيان بعوانية قالت حنا بالعكس حنا اون انترفيو اون دوزيام ديال الا انت قلبتي وما لقيتيش وما هذا كتجي عندنا لا باز دو دوني ديالنا كنعطوك لا باز دو دوني ما غاديش نعطيك داك الضمانه ديال انك غادي تفتح لا باز دو دوني تعيط على الكونديدير الاول الثاني الثالث غادي تلقى لان علاش كيف ما كنقولوا راه بوفيت لي ميم ميتي كاملين ولكن راه الا سولت كل واحد فيكم غنلقى عندو دي زيكزيجونس مختلفين على الاخر واحد عنده اكزيجونس في لا بريزونطاسيون واحد عنده اكزيجونس في لا كومونيكاسيون واحد عنده في لا كاليتي واحد عنده بلوس في سي دي كما كنسموا حنا دي بونديراسيون كل واحد كيعطي الاهميه لواحد الكريتير بارابور الكريتير اخر علما بان هذوك الناس كاملين راه كيلقى واحد النوع من التقارب دونك هذه المساله اللي كنقولها دونك وبالتالي كاع لي ديسبوزيتيف اللي كنديرو حنا راه باش نساعدو دايوغ انا غير باش او باساج غادي نجاوب على الاستاذ على لا كيستيون ديال التقبيله ديال لا فورماسيون حنا لي ديسبوزيتيف ديالنا سو ان تي بو ديفيرون على كما ذكرنا الاخ ديال لا فورماسيون بروفيسيونيل لا فورماسيون بروفيسيونيل سي لو دومين ديال لا فورماسيون بروفيسيونيل حنا لا فورماسيون بروفيسيونيل اش كنديروها غير باش نديبلوكي واحد لا سيتوياسيون حيت نعطيك ان اكزومبل الى اليوم قلنا بان غنديروا لي بولونجي واش غتساين عامل باش يوجدوا لي بولونجي نساينو عامل دابا حنا كنهضروا دور لي ميديا اشنو نقدروا نديروا دابا حيت حنا الى مشينا في لا فورماسيون بروفيسيونيل باسكو سي سكي فو فير انا متفق معاك 100% حنا لا فورماسيون اللي كنديرو ماشي فورماسيون ديال لا فورماسيون انيسيال ديال نمشيو في عامين فورماسيون ديبلومون نو حنا كنقولوا عندنا واحد لا سيتوياسيون ديفلوبي عندنا واحد المجموعه ديال الناس اللي ما واجدينش 100% كنعطيهم واحد لا بيتيت فورماسيون باسكو في دو كونت حنا كيف ما كان الحال لي فورماسيون اون فافير حنا كنقولوا في واحد 200 ساعه فورماسيون 300 ساعه فورماسيون يعني ما غاديش تكون داك لا فورماسيون انيسيال كيف ما اللي غيديروا لو بي بي تي ولا اللي غيديروا لي ديبارتمون دو فورماسيون اكزاكتومون وي حنا بحال غنديبلوكيو لا سيتوياسيون بالعربيه كنقولوا حتى حاصل خصنا كيف ما نمشيو اقرب سوليسيون اللي غادي نديروها باش ديماري انت لاكتيفيتي ديالك باش ما نعطلوكش انت بزاف دونك نرجع لا كيستيون ديال الاخ حنا اون دون ليت بوغ اكومباني لونتربريز راه حنا هنا لقيتي اللي يخدم مزيان ما لقيتيش نعطيو لا باز دوني لقيتي لا باز دوني ما كاملش نعاونك ديرو لا فورماسيون دونك اوني بلوس هاد لا لوجيك ديال نحاولو نعاونك باش ديما لاكتيفيتي ديالك لو بلو رابيدمون بوسيبل دون سونس